لم يغير التمكين الرقمي الصناعات التقليدية فحسب، بل جعل المؤسسات قادرة على تلبية المتطلبات الشخصية للمستهلك. أيضاً من خلال الرقمنة، تم ربط وتبادل البيانات بين مختلف شركات التصنيع، مما أدى إلى تغيير السلسلة الصناعية بأكملها. هذا هو خط التصنيع الناعم لميكروويف جالانزر 4، وكل 6.7 ثانية يخرج من خط الإنتاج تجويف مايكروويف. يتم التحكم في كل خطوط الإنتاج من خلال رقمنة أجهزة الكمبيوتر، والتي بإمكانها التبديل بين مختلف أوضاع تصنيع المنتجات. تشير الصناعة 4 إلى الثورة الصناعية الرابعة، أي ثورة التصنيع الذكي، والتي تشير إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الإنترنت وتقنيات إدارة البيانات الضخمة وتحليلها لتحسين مستوى ذكاء الصناعات الإنتاجية. تعد كواندونغ مقاطعة تصنيع كبرى. في عام 2018 بادرت كواندونغ بإطلاق السياسة الداعمة وبرنامج تنفيذ تعميق الإنترنت، بالإضافة إلى الصناعات الإنتاجية المتقدمة وتسريع تطور الإنترنت الصناعي، ووفقاً لمسار تنفيذ القيادة النموذجية أولاً والتوسع الشامل لاحقاً، والذي يهدف إلى دفع معدل نمو الصناعة الإنتاجية نحو التطور الرقمي والشبكي والذكي من خلال سياسات تصنيف المؤسسات باختلاف الصناعات واختلاف المقاييس. صاغت كواندونغ سياسات مخصصة، فخصصت كل المدن صناديق مالية خاصة بذلك الإنتاجية. 以前我们接到订单，由商务部门发出邮件沟通，存在一定的错误率，而且从接单到出货需要人工办人工的协调沟通，各车间部门无法快速响应市场，更难以提供个性化的定制服务。 تجبر الأسواق المؤسسة على التحول والارتقاء. فمنذ عام 2014 اغتنمت شركة جالانز فرصة الإنترنت، وبدأت استكشاف التحول الرقمي لتطور نظام سلسلة التوريد ومنصة تعاون الموردين ونظام تنفيذ التصنيع وغيرها بشكل مستقل لتشكل بيئة مثالية للإنترنت الصناعي. سابقاً كان يستغرق المايكروويف 20 يوماً بداية من استلام طلب السوق إلى إتمام إنتاجه، ومن خلال تمكين الرقمنة تم اختصار هذه الفترة لتصل إلى 7 أيام حالياً. والأهم من ذلك أن بيئة الإنترنت الصناعي لم تحسن من كفاءة الإنتاج فحسب، بل دفعت سلسلة الإنتاج بأكملها للتطوير. 我们本身在整体的架构考虑，就要把整个中小企业、整个供应链都要考虑进去。在整个实施过程当中，我们也需要各种人才、各种专家、各种顾问一定深入到。 每一个中小企业要一起帮他去搭建整体的系统，使得整个系统啊是能够有效可持续，能够那个是跟整个大系统能够那个是不断迭代、不断升级，那只有这样才能够那个是整个产业链共同成长，整个都围绕数据化，能够提高效率。 تدفع منصات الإنترنت الصناعية التي أطلقتها شركة جالانز شركات توريد المواد الخام وشركات التصنيع والمعالجة لتسريع التحول الرقمي من خلال سلسلة الصناعات الرقمية. شركة جيم باو للطباعة بالألوان بمدينة سيخوي بمقاطعة كواندونغ أصبحت واحدة من موردي شركة جالانز منذ عام 2008. 当时我们还是一个很小的企业，人数只有120人，那是跟格兰仕的合作，都是人工的出作。 我们需要5-6个人来专门服务格兰仕，因为从订单生产到交货，都很繁杂。数据化是死路一条，小企业因为发展的需要，也希望实现了数据化的转型。 تكمن ميزة الصناعة الإنتاجية في كواندونغ في تقديم الخدمات المساندة للشركات، بالتالي تكون نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة كبيرة، ومستوى تكنولوجيا المعلومات والذكاء لديها منخفضة، وحاجتها للتحول الرقمي أكثر إلحاحاً. في عام 2019 بدأت شركة جالانز بتنفيذ الإدارة الرقمية للموردين، وفيما بعد تم ضم جميع موردي المواد الخام وأقسام التوزيع إلى الإنترنت الصناعي. 格兰仕帮我们建立了互联网的系统和供应商的协同平台、订单、合同，所有的通过云的平台完成。我们供应商可以实时登录系统、实时对接，我们可以看到格兰仕的各部门的情况，格兰仕也可以看到我们的情况，效率提高了。现在我们一个人就可以管理格兰仕的业务。
إلى وقتنا الحاضر تمتلك مقاطعة كواندونغ أكثر من 50 منصة إنترنت صناعية تغطي جميع سلاسل الإنتاج بكافة مستوياتها، ودفعت 15,000 شركة للتحول الرقمي من خلال المنصة السحابية.